قال ابن أبي الدنيا: حدثني محمد بن الحسين، حدثني أبو الوليد الكندي، حدثنا كثير بن عبد الله، أبو هاشم الناجي قال: دخلنا على أبي الرجاء العطاردي فسألناه: هل عندك علم بالجن ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فتبسم وقال: أخبركم بالذي رأيت وبالذي سمعت. كنا في سفر حتى إذا نزلنا على الماء وضربنا أخبيتنا وذهبت أقيل، فإذا بحية دخلت الخباء وهي تضطرب، فعمدت إلى إداوتي، يعني الشيء الذي يوضع فيه الماء للشرب أو الوضوء، فنضحت عليها من الماء، فلما نضحت عليها سكنت، وكلما حبست عنها الماء اضطربت، حتى أذن المؤذن بالرحيل، فقلت: انتظروني حتى أعلم علم هذه الحية إلى ما يصير. فلما مكثنا للعصر ماتت، فعدت إلى خيمتي فأخرجت منها خرقة بيضاء فلففتها وحفرت لها فدفنتها، وسرنا بقية يومنا هذا وليلتنا حتى إذا أصبحنا ونزلنا على الماء وضربنا أخبيتنا وذهبت أقيل، فإذا أنا بأصوات وسلام، ولا 10 ولا 100 ولا 1000 أكثر من ذلك. فقلت: من أنتم؟ قالوا: نحن الجن. بارك الله عليك، قد اصطنعت إلينا ما لا نستطيع أن نجازيك به. قلت: وما الذي اصطنعت إليكم؟ قالوا: إن الحية التي ماتت عندك كان ذلك آخر من بقي ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم من الجن.